عقيل الشمري طالب سعودي يدرس الطب في روسيا في جامعة موسكو الحكومية التي انتقل إليها بعد دراسته للغة الروسية في مدينة كراسنادار جنوب البلاد. يقول المقربون من عقيل أنه من أنشط الطلاب الأجانب الذين درسوا في هذه الجامعة. عقيل هو أحد أفضل الطلبة الأجانب، ورغم الصعوبات اللغوية إلا أنه مجتهد وذكي ولا يغيب عن المحاضرات، بل هو متفوق في اختصاصه. هي السنة الثانية لعقيل في كلية الطب الأول، ويبين لنا بطل الحلقة بعض العلوم التي يمارس معرفتها عن قرب في هذه الجامعة، علوم متنوعة يشرحها عقيل لنا بعد مرور السنة الثانية له في كلية الطب. عندنا هنا الرئتين، هكذا تظهر، هذا شكلها بالواقع وهذا شكلها بالحقيقة في جسم الإنسان، هكذا تظهر الرئتين. عندنا هنا ألا وهو اللسان اللي هو اليزك باللغة الروسية، هذا يظهر بالشكل اللي فوق. وعندنا الرئتين، وعندنا الكبد، وعندنا المعدة، هذا الغشاء اللي محيط بالمعدة وحائط فيها في المعدة. وعندنا هنا القلب، يتكون من عدة صمامات القلب والرئتين والكبد. كفاح عقيل الذي عرض عليه البقاء في مدينة كراسنادار لتدريس اللغة العربية بعد السنة التحضيرية يعتبر مثالا لكثير من الطلبة المغتربين، حيث أنه صمم على الانتقال إلى موسكو لتحقيق حلمه بدراسة الطب البشري على حسابه الخاص، وبنى علاقات صداقة مع زملائه بتبادل الثقافات والعادات والتقاليد وبطرق بسيطة ودون حواجز. اسمي هو ماريا، تفضل إلى موسكو. أهلا وسهلا بكم في كلية الطب. اسمي هو أمينة. اسمي هو أمينة وأنا من روسيا. وهنا يحدثنا عقيل عن تجربته في تعميق الصداقة عبر تبادل الثقافات. ولله الحمد والمنة أنا أدرس الطب في اللغة الروسية. الاستفادات أني مرات يعني نشوف نفسنا فاضيين أنا وأصدقائي الروسيين، فنكون حابين يعني تبادل الخبرات الشخصية، ألا وهي أنهم مرات يدرسون اللغة الروسية، كلمات جديدة، مصطلحات طبية جديدة، نعم، وأنا في نفس الوقت أدرسهم اللغة العربية. يعني أنا عندي على سبيل المثال هذول أصدقائي، بعضهم أتقن نطق مخارج الحروف العربية، ألا وهي بعض الحروف حرف القاف، ولا ننسى أن لغتنا لغة الضاد، نعم، وحرف القاف وحرف الغاء، هذه ما شاء الله يعني في نتيجة من التدريس المتبادل، من تعليم الخبرات المتبادل. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. عقيل محمد الشمري طالب طب في روسيا.